السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها في هاي الحلقة. حياكم الله مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام، وفق ما جاء بالبرنامج الحكومي من خطط إصلاحية في جميع القطاعات الخدمية لمعالجة واقعها وبدء التنفيذ بها تباعا، اليوم القطاع الصحي بدأ بالخروج من شرنقة الإهمال اللي أدخلت بها الحكومة السابقة بتوجه وزير الصحة إلى افتتاح ردهات طوارئ جراحية خدمة للمواطن بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بكافة الخدمات المطلوبة. هذا الموضوع جاء بعد الإهمال بالقطاع الصحي لما له من أهمية كبيرة، وأصبح هذا الاهتمام بالمواطن وبهذا القطاع ولتلبية هذه الحاجة، حيث ستعمل هذه الردهة على تخفيف الازدحامات على بقية الردهات وكذلك تشخيص ومعالجة المريض وفق أجهزة طبية متطورة. ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة راح نتحدث عن ما ترتبك به أسواق العراق المالية بشكل غير مسبوق، وهذا الموضوع اللي أثر بالبون الشاسع بين سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي. في الشارع يبدو أو تبدو الحيرة واضحة على وجوه العراقيين إثر هذا الصعود المفاجئ، غير أن المستجدات الحالية مصدرها الخارج وما بين قوسين البنك الفيدرالي الأمريكي اللي يحجب عن العراق أرصدته النقدية ويحاول السيطرة على المال المتدفق لإحداث حرب اقتصادية تمس المواطن في كل مفردات حياته، والخطة واضحة احتلال مشاعر الناس ودفعهم رويدا للتمرد ومصادرة آمالهم بحكومة تحقق تطلعاتهم، فضلا عن مساعي الإدارة الأمريكية في التضييق على دول من بوابة العراق، ورغم تشابك خيوط القضية وحاجتها لجهود استثنائية إلا أنها لم ترتقي لمستوى التصعيد والخروج من الوصاية الأمريكية. إذن مشاهدي الأحبة راح ندعوكم لمتابعتنا في هذه الحلقة حتى نفتح هذين الملفين المهمين ضمن حصاد الأيام، كونوا ويانا. الالتفات للواقع الصحي أمر بغاية الأهمية لإنقاذ أرواح المرضى، فمن هذا المنطلق اجى اهتمام وزارة الصحة بهذا الجانب بتهيئة الردهات العلاجية وتوفير طاقم متمكن ذو كفاءة عالية، وهذا ما سعى إلى وزير الصحة بافتتاح ردهة الطوارئ الجراحية في مستشفى بغداد التعليمي والبدء باستقبال المواطنين على مدى ساعات متواصلة. إذن مشاهدي الأحبة خلونا نفتح هذا الملف والنقشة مع الضيف الكريم، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. تنتهي حقبة إهمال القطاع الصحي بعدما أولى وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي الاهتمام الكبير لهذا الجانب. يتابع الحسناوي إشراف افتتاح الردهات الضرورية باهتمام ورعاية كبيرة، فعلى غرار ما تم التعهد به من إصلاح القطاع الصحي تم افتتاح ردهة الطوارئ الجراحية في مستشفى بغداد التعليمي لخدمة المواطن وتقليل الزخم على باقي الردهات مثيلاتها. افتتاح ردهة الطوارئ، تم افتتاح العيادة الاستشارية المسائية وهو ضمن مشاريع العيادات الشعبية في المستشفيات التعليمية اللي يقدم خدمات طبية للمراجعين من قبل أطباء اختصاص مع وجود كل التقنيات المطلوبة مثل الفحوص المختبرية، فحص السونار، فحص الإيكو، تخطيط القلب، الفحوص الشعاعية، تقدم بثمن حقيقة يسير مقارنة بما موجود بالعيادات الخاصة، وهو جزء من مشروع العيادات الشعبية لخدمة المواطنين وتقليل كلفة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مكانات أخرى. فمن أجل تطوير الواقع الصحي واستيعاب المرضى بأعداد أكبر دون انتظار أو متاعب، تم افتتاح هذه الردهة التي تضم عددا من الأسرات وطواقم طبية ذات مستوى عال من الكفاءة والخبرة، وكذلك مجهزة بأحدث الأجهزة التي تعمل على تشخيص الحالات المرضية ومعالجتها بصورة صحيحة، ما
بعد تأهيلها لتبدأ خدماتها للمواطنين. طبعا هذه الطوارئ ستكون مخصصة ل 17 سرير بالإضافة إلى 3 صالات عمليات، هي عمليات النواظير وعمليات والإفاقة بالإضافة للعمليات الطارئة، إضافة إلى يعني الخدمات الساندة للطوارئ. تأهيل الطوارئ الثانية في مدينة الطب مستشفى بغداد التعليمي اللي هي تحت اسم طوارئ جراحية، راح تستقبل الحالات الجراحية المتنوعة إضافة إلى الإصابات. فمن خلال ما انضوى في البرنامج الحكومي الذي أدرج فيه تقديم الخدمة للمواطنين والاهتمام بالقطاعات الخدمية، انطلقت هذه المشاريع لتضاهي الدول المتقدمة في الخدمات المتطورة والأجهزة الحديثة بغية تحقيق الوعود المتمثلة بتأهيل الواقع الصحي والنهوض به وبلوغ مستويات تتناغم مع طموح المواطن ورغبته. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه بهذا الملف، ارحب بضيفي الكريم الدكتور سيف البدر المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. اهلا مرحبا بك دكتور سيف، لسنوات عده ولدورات وزاريه متتاليه ظل قطاع الصحه يعاني من الاهمال والتهميش كافية من الاهتمام. وزاره الصحه اليوم يعني حسب المتابعه الاعلاميه بانها طوت هذه الصفحه صفحه الاهمال ووزعت فرص التطور، وكان من بينها هذا القطاع قطاع الاهتمام بصحة المواطن فيما يتعلق بالطوارئ والردهات الخاصة بالطوارئ. كيف تفسر يعني هذا الافتتاح الجديد وأين تضع أهميته دكتور سيف؟ شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله. تحية لجنابك مشاهدي الكرام، أشكر دعوتكم الكريمة المشاركة في هذا البرنامج وهذا الوقت المهم اللي يشهد فيه القطاع الصحي تطورا ملحوظا وملموسا، واسمح لي أن أشكر فضائيتكم على متابعتها اليومية والميدانية، شكرا جزيلا لكم. واجب، وأكيد هو باتجاه خدمة المواطن إن شاء الله. سيدي كريم، لأبدأ باللي تفضلت به وأنا بينته سابقا من هذا المكان اللي ذكرته عن موضوع أولوية القطاع الصحي عند الحكومات السابقة بكل صراحة، ونحن في بث مباشر ويمكن أن تتأكد من كلامي أو أي مشاهد الآن يشوفني يتأكد من كلامي من خلال معدل الإنفاق على القطاع الصحي من الموازنات العامة. ارجع وشوف انه الموازنات السابقة للحكومات العراقية المتعاقبة كم خصصت لكل مواطن خلال السنة. أؤكد لك انه المبلغ متواضع جدا جدا اذا ما قورنا بدول الجوار، ولا اقول البلدان الغربية او البلدان الاوروبية، يعني بحدود 200 الف دينار عراقي اقل او اكثر، يعني ضمن هالحدود. هذا يشمل رواتب الموظفين من أطباء وغيرهم، تأهيل المؤسسات الصحية، الأدوية والمستلزمات الطبية، الإسعاف إذا صارت حالة طارئة أو لقاحات أو جائحة وبائية، كلها بهذا المبلغ البسيط وبسيط جدا جدا. إذا قارناه بدول مجاورة للعراق دخلها أقل من العراق، مثلا الأردن، تركيا، إيران، السعودية، راح تشوف بون كبير جدا جدا مع الأسف. نعم. أما إذا ابتعدنا إلى مثلا بعض البلدان الخليجية راح نشوف أنه قد يكون 20 أو 22 ضعف ما مخصص للفرد العراقي. هذا حتما سينعكس على جودة الخدمة وكمية الخدمة واستمرارية الخدمة المقدمة للمواطن. ولذلك هذه الحكومة منذ اليوم الأول لتولي السيد رئيس مجلس الوزراء مسؤوليته زار مقر وزارة الصحة، مقر وزارة الصحة، مكتب وزير الصحة، واجتمع بالسيد الوزير والكادر المتقدم للوزارة، وأكد السيد السوداني أن الملف الصحي هو أولوية لحكومته وضمن البرنامج الحكومي، وأعلن عدة نقاط واضحة وبخطة عملية ممكن تنفيذها خلال سقف زمني محدود، وهذا بالفعل اللي بدأ من اليوم الأول، وكان من أهمها موضوع إعادة النظر بالسياسة الدوائية، دعم المراكز التخصصية، أولوية الحالات السرطانية، إتمام المستشفيات المتلكئة أخي الكريم، وأيضا دعم العيادات المسائية خصوصا اللي تساعد يعني الفئات الفقيرة حتى يعني يجدون خدمة صحية متطورة وبتكلفة واطئة. وهذا من هنا ندخل لافتتاح
مرتاح يوم أمس. طيب. وإحنا نتعذر من مراسلكم تأخر هواي ويانا، لكن هو صار تأجيل غير محسوب مع الأسف. نعم. يعني لسبب خارج عن إرادة وزارة الصحة على أي حال. ولكن هذا المنجز نفخر به بصراحة دكتور سيف، يعني أكيد. يوم أمس نعتبر أنه كتب السطر الأول. أكيد. من الاهتمام في ردهات الطوارئ خصوصا في مستشفى بغداد التعليمي. نعم. يعني نسأل هنا هل هناك من منجزات أخرى هي هاي هذا التطور والاستحداث رغم أهمية هذا المستشفى؟ هو تقريبا أكبر مستشفى. نعم. في العراق، مستشفى بغداد التعليمي، وهو مستشفى كنا درسنا به يعني من ناحية الدراسات العليا مركزي، يخدم ليس فقط منطقة الرصافة أو دائرة مدينة الطب، من كل المحافظات الحالات الصعبة تحال إلى مدينة الطب وإلى هذا المستشفى، لكنه ليس الافتتاح الأول سيدي الكريم. احنا قبل أسبوع كنا في كربلاء السيد الوزير يومين، ستة أو سبع مشاريع جديدة نوعية، بعضها يعني الأولى من نوعها في العراق، ما بين ردهات عناية مركزة للبالغين والأطفال في المستشفى التركي ل 492 سرير في كربلاء، مستشفى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، أيضا مركز رعاية صحية أولية متطور جدا، مركز للتأهيل ولصناعة الأطراف الاصطناعية مهم جدا، خصوصا يعني أطامنا من المقاتلين وحتى من المدنيين اللي لأي سبب قد يفقد طرف ساق أو يد أو أي طرف آخر، تصنيعه وفق أحدث المعايير العالمية. أيضا كان هناك منظومة للغاز المسال، هي الأولى من نوعها في أحد المراكز التخصصية لطب الأسنان، وأيضا افتتح السيد الوزير ردهات طوارئ، ما ننسى مستشفى الكاظمية. هذا الموضوع القياسي اللي خلال خمسة أسابيع يعني بحدود شهر أو أكثر بقليل تم تأهيل مستشفى عملاق بحجم مدينة الإمامين الكاظمين عليهما السلام الطبية، وافتتح رئيس مجلس الوزراء، وكان هذا الحدث مهما جدا وأعطى صورة عن المرحلة المقبلة مستوى الجدية والمتابعة اليومية. بالنسبة لافتتاح يوم أمس هي قضيتين، يعني أولا هي ردهة الطوارئ الجديدة اللي هي 17 سرير على الأقل مجهزة بأحدث الأجهزة المعتمدة للتعامل مع الحالات الطارئة، وطبعا ما يلحقها من أجهزة تشخيصية كما ذكر السيد الوزير، من أجهزة سونار، أجهزة إيكو وغيرها من التفاصيل اللي ممكن يحتاجها الطبيب أو مقدم الخدمة الصحية في ردهة الطوارئ. أيضا موضوع مهم لازم ما ننسى هو افتتاح العيادة المسائية اللي ذكرها السيد الوزير بالتقرير حتى وضحها للمتلقي المشاهد الكريم، أنه الفكرة أن تكون هناك عيادات لأطباء أخصائيين وأيضا فحوصات متقدمة بتكلفة بسيطة جدا حتى تسهل على ذوي الدخل المحدود، يعني راجع يعني الطبيب بدل ما يشتغل بعيادة خاصة راح يشتغل في عيادة حكومية مسائية تدفع له الحكومة العراقية وزارة الصحة تجهزها من الأدوية والمستلزمات، حتى المواطن البسيط يتلقى خدمة جيدة جدا وايضا بتكلفه بسيطه جدا، وهذا ايضا سيكون جزء من مشروع الضمان الصحي اللي بدات به الوزاره واطلقتها يوم 2/1. طيب. هو مشروع طموح جدا على مراحل وان شاء الله. أسأل حضرتك على هذا الموضوع دكتور، يعني ما دام فتحنا هذا الملف، يعني واحد من الضروريات الحتميه اللي تسرع من تطوير قطاع الخدمات الطبيه النموذجيه مثل ما يصف المتخصصين هي رقمنه هذا القطاع الصحي بما يسهل تقديم الخدمات الصحيه، طبعا بعيدا عن الاجراءات غير الضروريه اللي اشرت لها حضرتك. هذا الموضوع كم له من سقف زمني حتى يتحقق، وما هي مدى الفائده اللي تصل الى المواطن؟ سؤال مهم. موضوع الحوكمه الالكترونيه هذا اللي هو احد المشاريع وطموحات كبيره للحكومه العراقيه واللي مشى بها كل العالم، هذه كما تفضلت تختصر الكثير من الاجراءات، ايضا تقلل احتماليه حدوث سهو أو خطأ أو حتى تلاعب أو حالات فساد مثلا. أيضا لما يكون هناك حوكمة إلكترونية ما ممكن، يعني طبعا بايومترية تسجيل لكل مواطن أو كل مستفيد من الخدمة سواء في موضوع الضمان الصحي أو غيره، حتما هذا سيكون له دور كبير في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، وأيضا موضوع الأرشفة ويعني معرفة تفاصيل أي مريض من أي مؤسسة صحية في العراق، مثلا إذا تعرض إلى حادث أو نوبة صحية في محافظة معينة ممكن تعرف تاريخ المرضي من خلال الحوكمة الإلكترونية. هذا واحد من المشاريع اللي تعمل عليها وزارة الصحة. بكل صراحة هو الموضوع ليس بسهل،
يعني يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى بنى تحتية من ناحية الأجهزة والإنترنت وغيرها من التفاصيل، لكنه من أولويات الوزارة وتعمل عليه ومتابع من قبل السيد وزير الصحة، وإن شاء الله هذا العام ستكون هناك تطورات مهمة نعلن عنها لاحقا في هذا المجال. طيب، الأهمية المذكورة لتنفيذ النظام الصحي الإلكتروني دكتور سيف، يعني غير أنه يواجه تحديات كبيرة، ولكن أنا نتساءل كيف يمكن تخطي هذه التحديات؟ ما مدى مساهمة المنظمات الدولية الصحية في مساعدة العراق في هذا الجانب؟ طبعا وزارة الصحة على تواصل مستمر مع جميع المنظمات الدولية، سواء كانت السفارات أو منظمة الصحة العالمية أو اليونيسيف أو غيرها من المنظمات بما يخص القطاع الصحي، البنك الدولي وغيرها، ووفق الضوابط والتعليمات المعمول بها بالدولة العراقية، ومن ضمنها أيضا تطوير وتحديث المنظومة الصحية، وأيضا موضوع الحوكمة الإلكترونية من هذه الأولويات، وكان هناك تطويرات سابقة وتواصل مثلا مع الجانب الكوري وغيره، ومستمرين بهذا الاتجاه، لكن الاتجاه العام هو نحو تطوير القدرات العراقية. يعني هذا يشبه موضوع الاستقدام والإخلاء الطبي، سابقا كان الحالات المعقدة الطبية نعتمد بالدرجة الأولى على الإخلاء، على تسفير المريض، لكن الآن توجه الوزارة والسيد الوزير بالتدريج نحو التركيز على الاستقدام، وهي مرحلة أيضا انتقالية نحو الاستغناء عن الاستقدام والإخلاء. يعني الفرق الأجنبية المتخصصة يجون داخل العراق، يكون أرخص طبعا التكلفة وأسهل للمريض وذوي المريض، وأيضا ندرب ملاكاتنا من أطباء ممرضين، بعد فترة، بعد 6 أشهر، سنة أو سنتين، راح نستغني عن هذا الموضوع، سنكون قادرين على إجراء نفس التداخلات الجراحية أو غيرها داخل العراق، داخل مؤسساتنا الصحية. طيب دكتور، يعني في عودة سريعة إلى ردهة الطوارئ، يعني هذا الافتتاح، وتحدثت حضرتك عن العيادات الاستشارية المسائية ضمن مشاريع المستشفيات التعليمية الكبيرة، هل هذا الموضوع هو سابقة بصراحة؟ يعني نتحدث يعني هاي كانت بالمستشفيات الأهلية كتجربة، يعني بصراحة هذه التجربة يعني قد تكون بها كلف مالية كبيرة لما تطبق وتنفذ في المستشفيات الحكومية، يعني ايش قد الفرق بالأموال حتى المواطن يفهم انه ايش قد من الممكن اتوفر له، فضلا عن الخدمة الصحية اللي حضرتك بينتها والطبية اللي من قبل اطباء اختصاص. انا اشكرك، هذا السؤال مهم جدا ويحتاج توضيح للمواطنين. احنا موجودة سابقا العيادات الشعبية معروفة، يعني الناس يسموها للمزمنة، يعني اللي عنده ضغط عنده سكر نمطية بصراحة يراجعون بشكل شهري أو بشكل دوري ويستلم علاجه، لكن مع كل احترام زملائنا وهذه المؤسسات إمكانياتها محدودة، يعني عادة يكون فيها طبيب ما راح يستطيع أن يتعامل مع حالات متقدمة، ما عنده كل الفحوصات المختبرية أو الشعاعية أو السونار أو الإيكو كما أعلن السيد الوزير. العيادة اللي افتتحها يوم أمس حتى جهاز إيكو هو تعرف يعني جهاز وفحص تخصصي معقد يحتاج إلى طبيب مختص بهذا المجال، أيضا راح يكون موجود في الفترة المسائية. بالنسبة للتسعيرة قريبا جدا جدا سوف نعلن عن تفاصيل هذا الموضوع، وهو ليس فقط في المستشفيات الكبيرة، أيضا حتى في العيادات المسائية، وإحنا وصل العدد إلى 10 فقط في بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، وحسب توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء أن يكون التركيز على المناطق المحرومة والمناطق الطرفية الفقيرة، فإحنا 10 عيادات مسائية افتتحت في جانبي الكرخ والرصافة كلها في مناطق ريفية، مناطق نائية، حتى تسهل على المواطنين تقديم خدمة صحية جيدة أو جيدة جدا بتكلفة بسيطة على المواطنين. طبعا هاي نفسها العيادات مزودة حتى بالأدوية والمستلزمات الطبية، والعمل مستمر لتطويرها، لكن نحتاج أيضا من خلالكم تسويق لهذا المشروع حتى ينجح، حتى يوصل، يعني ربما بعض المواطنين ما راح يعرفه وما عنده علم أنه في مدينة الطب العصر ممكن، يعني لأن المعروف عندنا أنه مورد دوام الرسمي فقط الحالات الطارئة نذهب إلى المستشفى، وعدنا حضرتك دكتور أنه أي يعني تغطية إعلامية في هذا الجانب ما دام أنها تخدم المواطن إحنا حاضرين في كل ملاكاتنا. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور سيف البدر، متحدث رسمي باسم وزارة الصحة، أثريت الحوار في هذا الملف، وإن شاء الله نبقى مواكبين حول الإنجازات المتحققة وأيضا ما يتحقق من إنجاز في ردهات الطوارئ وهذه العيادات التخصصية في المستشفيات الحكومية. أكرر شكري لحضرتك مرة أخرى، نتواصل بعد الفاصل، نتابع مشاهدي الأحبة.
لا تزال الإدارة الأمريكية تواصل ضغوطها على الحكومة العراقية، هاي المرة بالورقة القديمة الجديدة اللي هي الدولار اللي أحرقت به لهيب أسعار الأسواق المحلية وأوغلت في إيذاء العراقيين وحددت من قدراتهم الشرائية. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف مع ضيوفنا، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. يواصل الدولار حضوره كأزمة اقتصادية مع استمرار تسجيله أرقاما قياسية بعد فرض قيود جديدة من البنك الفيدرالي على تحويل الأموال، الأمر الذي ينظر بأزمة للسلع الاستهلاكية ربما لا تسعفها إجراءات الحكومة في دعم السلة الغذائية، فأسعار السلع الملتهبة تقسو على ذوي الدخل المحدود. صيحات الاستغاثة من تجبر الدولار لم تجد لها أرضية وحلولا ملموسة بسبب ما يعزوه خبراء الاقتصاد إلى ضعف السياسات النقدية في العراق وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، فضلا عن تحكم شركات محدودة بمجال الحوالات الخارجية وصولا إلى المضاربات في الأسواق السوداء. فالدينار العراقي وصل لأدنى مستوياته منذ 18 عاما وما زال يراوح بين الارتفاع والانخفاض النسبي بفعل سياسات الإدارة الأمريكية التي تستخدم ورقة الدولار كسلاح فتاك وناعب لإحداث ضغط شعبي على الحكومة العراقية الحالية وتقريب مسارات تصادمها مع الجماهير الرافضة للغلاء الفاحش لمختلف البضائع التي وصل بعضها إلى الضعف، ما جعل المواطن المغلوب على أمره يقف على قنبلة موقوتة ويدفع فاتورة الضغوطات الدولية. فالمحاصرة الأمريكية من بوابة الدولار لحكومة السودان واستغلال قدرتها على ضخ السيولة إلى العراق تمثل ابتزازا فاضحا لم يقف أمامها البنك المركزي بقرارات جريئة تتناسب وحجم الأزمة الكبيرة في البلاد كما يصفها نواب وخبراء في المال. علي حبيب، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الاحبه بهذا الملف. ارحب بضيفي الكريمين الاستاذ مهند جواد المحلل السياسي، اهلا بك استاذ مهند. أهلا وكذلك ارحب بالاستاذ مصطفى حنتوش الخبير الاقتصادي، حياك الله استاذ مصطفى. ضيوفنا الكرام، ابدا مع حضرتك استاذ مهند، يعني نتحدث عن حصر الموضوع بمصارف لم تخضع للعقوبات الامريكيه، ايجاد نافذه او منصه الكترونيه للحصول على الدولار بعنوان شركة فقط، ما يحق للتاجر أن يحصل على الدولار كشخص كما كان في السابق، أكو إجراءات وضواغط أمريكية أصبحت يعني واضحة المعالم بأنه هذه الأزمة ليست أزمة محلية بقدر ما الضواغط الأمريكية بانت عليها، كيف ترى هذه المسارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين الكرام. الواقع أنه هناك وسائل وأساليب وميكانيزمات تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إرادة الشعوب وعلى الإرادة السياسية، أما يكون تدخل عسكري مباشر للضغط على الإرادة السياسية وأما يكون من خلال السفارات وأجهزة المخابرات، والوسيلة الأنجع والأكثر قوة هي فاعلية الاقتصاد، لأن الاقتصاد هو يمثل العصب الأساسي لتسيير أمور الناس والمجتمع وتقديم خدمات من قبل الحكومة. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية رأت أنها فشلت في أكثر من مشروع أدخلت داعش إلى العراق، كانت قبلها المفخخات والإرهاب والقاعدة، كان احتلال مباشر للأراضي العراقية، كان تحكم من قبل السفارة ودفع الجماهير من أجل إسقاط الحكومة السابقة،
كل هذه الوسائل تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم رأت أنه الحكومة عازمة على إنجاز مجموعة من المهام هي التي تقدم خدمات للمجتمع، وهناك صلة أصبحت وهناك ثقة من قبل المجتمع بهذه الحكومة ولهم آمال، فأرادوا أن يقتلوا هذه الآمال وأن يعطلوا جميع الإنجازات، فقاموا من خلال أنه التلاعب بسعر الصرف وفرض نظام اقتصادي جديد. هذا النظام هو يكبل الحكومة العراقية، وبالمقابل يضغط على المجتمع العراقي حتى يكون هناك هيجان في الشارع العراقي، ومن ثم الذهاب إلى إسقاط هذه الحكومة وتأتي حكومة موالية مطيعة للولايات المتحدة الأمريكية. هذا المشهد بشكل واضح، أنه حتى بعض التسريبات الإعلامية أو بعض التسريبات من بعض الأشخاص يقولون أنه كان هناك وفود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على رئيس الوزراء على أساس هناك مجموعة من الملفات يستجيب لها، وإلا أنه الاقتصاد العراقي يقوض بشكل كامل وتكون أزمة كأزمة لبنان وإيران وتركيا وأي دولة تخرج عن نطاق الولايات المتحدة الأمريكية. من ضمن هذه البنود أنه شركات الكهرباء تبقى للولايات المتحدة الأمريكية، بالمقابل أنه الإقليم كردستان لا يتم التدخل فيه من قبل الحكومة المركزية، وهناك أيضا بعض الأمور لابد أن تمارس ضغوط على الحشد الشعبي وتحد من حركة الحشد الشعبي. كل هذه البنود مطروحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن رئيس الوزراء إلى اليوم حسب التسريبات رافض مثل هذه الشروط. طيب، بالتالي حتى البنك المركزي، أستاذ مصطفى جد الترحابي حضرتك، حتى البنك المركزي انصاع مرغما للوصاية الأمريكية بحجة أن الدولار هو عملة أمريكية ويتم صرفه وفقا للقوانين الأمريكية حصرا. مدى صحة هذا الطرح؟ بداية أرحب حضرتك أستاذ أحمد، ورحب ضيفكم العزيز أستاذ مهند ومشاهدي قناتكم الكرام. لا، هو مو صحة هذا الطرح، هذا الطرح صحيح 100% ما يحتاج من نقاش به. الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاقية عالمية اسمها بريتن وودز مقسمة الاقتصاديات في العالم بين الأوروبيين، الأوروبي اليورو، وبين الدولار الفيدرالي، وبين اليوان الصيني. الشرق الأوسط يقع ضمن منطقة الدولار. أسأل حضرتك سؤال، عمرك شفت أحد يتعامل باليورو داخل العراق؟ أنا جاوب لا، ماكو شيء. احنا اذا نحب نبيع نفط لدوله اوروبيه نقول لهم اعطونا دولار، اعطونا يورو، ما يعطونا يورو، يقول لنا نعطيك بالدولار فقط ونحط لك نحطه لك بحساب الفيدرالي خاص بكم فقط، هذا تعاملنا وياكم. نحب نبيع للصين هذا نفط، اعطينا يوان صيني، اعطينا يورو، ابدا دولار وبالفيدرالي. هذا اتفاق عالمي، فبالتالي هذه الاتفاقيات العالميه الاتيه من الحرب العالميه الثانيه وتقسيم العالم اقتصاديا موضوع ليس يعني جديد او موضوع حقيقه يعني احنا جاي نعقد الان. الموضوع اللي صار بالجديد شنو؟ الولايات المتحده الامريكيه تقول انا عندي سياسه عامه في المنطقه. فشخصت مكان من خلل لخروج الدولار لدول هي تعتبرها غير صديقه لها. هذه المكان كانت المكسيك الابرز والامارات والعراق. ان يصير عمليه تحويلات وتهريب يعني غير مسموح بالنسبه لهم. وكلفوا وكالات للعمل بهذا الموضوع، احنا حطينا وكاله تابعه للفدرالي اسمها وكاله اوفاك اللي هو مكتب خاص للتدقيق المالي والتحويلات الخارجيه. هذه الوكاله اول ما جت التعامل شافت اكو مصارف عندها تحويلات تذهب يعني عده تنقلات تذهب الى جهات هي نتيجه. خرجت هذه المصارف، بدات الازمه. 1000 وكسر متعامل يردون 40 50 مليون دولار عشان ياخذون دولار رسمي، قاموا ما عندهم ولا دولار. زين. قال لهم ذولا هنا ما نقبل يتعاملون بالدولار. زين، هنا الموضوع تطور، الجماعه قاموا يشترون من السوق الدولار مالتهم. اوفاك قالت راح احل الازمه، راح اخليهم ما يقدرون يحولون، فبالتالي يبطلون يشترون من السوق. ففرضت منصه على التحويلات، يعني المفروض المنصه بعد سنه وشهر هي تطبق، طبقتها خلال اسبوعين. تمام. جماعه اللي قولهم درب اخر اللي هو عن طريق الشمال، المنافذ الحدوديه تقريبا هناك ساقطه بالنسبه لنا. فقاموا يطلعون الدولار يهربوه عن طريق شركات بلاك ليست والتهريب عن طريق السيارات والطائرات. فهنا صار طلب على الدولار ولغى موضوع التحويل. احنا صرنا بكماشه، كماشه اوفاك واجراءاته، كماشه التهريب. ساجي على هذا الموضوع استاذ احمد. هل الموضوع انا شخصيا لا اميل الى تعقيد الموضوع واعتباره موجه نحو الحكومه. لان هذا الموضوع صعب جدا على العراق. الولايات المتحدة الأمريكية في سياسة النقد إذا قررت
سوى على العراق شيء احنا ما مسوين شيء، مو من حق اي احد يعاقبنا على شيء، لكن هي تقول هذا الموضوع التهريب وقفوه خلاص. احنا البنوك قبلت يعني سوى الموضوع المشكله وين؟ هذول ال 1200 طلعوا من هالخمس اربع مصارف يردون يستلمون دولار مباشر، ما حد يقبل ياخذ لهم طلباتهم، مصارف كلها تخاف ليجيها حظر. كل الموضوع انه يروح وفد حكومي يوم 8/2 ان شاء الله حددوا موعد يوم 8/2 يروح وافد يتفاوض، يا اما هذول تعطونا قائمه الاشخاص او الكيانات اللي هي سوت هاي المشكله، يا اما تعطونا تطمينات ما تفرضون عقوبات على المصارف الا بعد عده انذارات. راسا ما يكون اكو مشكله يدخلون ضمن التعاملات ياخذون طلباتهم بشكل رسمي، يبدا الدولار بالنزول او اجراء اخر داخلي نوقف عمليه التهريب، نحط سيطرات يعني تناقض الموضوع. سيطره الصفراء سنه لا. العراق كان ما بي لا امل لا شيء اكو سيطره الصفراء، هسه رجع سيطره بدون فسامه السيطره نمنعهم امتى نحل الازمه. اذا انا حقيقه اميل لان طيب. وجود حلول، وحلول مو صعبه، احنا ما مسوين شيء حتى يعاقبونا لو شيء، وما اعتقد اكو توجهات، والحكومه ما مسوي شيء، لكن رئيس الوزراء بحاجه الى استشاره اقتصاديه افضل من اللي يتلقاها الان بكل صراحه. طيب. يعني ذهاب الى المانيا وهو بعد ما شايف الولايات المتحده الامريكيه، هسه هي مو موضوع عماله لو تبعيه، لكن انت عاجك الفدرالي، فلوسك عند الفدرالي، تعاملاتك مع الفدرالي، طبعا اقتصاديا من تي تعالج الموقف، شوف الفدرالي، شوف ارائه، تقبل ما تقبل تفاوضات. فيحتاج الى فريق اقتصادي يوضح له الامور بشكل افضل على مود لا يتازم الموضوع. واحد من المعالجات هو الفريق الاقتصادي استاذ مصطفى، ولكن استاذ مهند يعني لما يطرح استاذ مصطفى حنتوش هذه المعالجات ايضا نستشف انه لا توجد اراده حقيقيه من الخروج للوصاية الأمريكية. البنك المركزي هنا نتحدث عنه ما هو دوره يعني كجهة مستقلة عن الحكومة، يعني لما نعتب على الحكومة، حكومة الخدمات، حكومة السوداني، البنك المركزي وليس من مؤسسات الحكومة، مؤسسات دولة، اقترنت كل هذه الإجراءات خلال فترة تولي السوداني رغم وجود كل هاي الثغرات اللي يعترض عليها الفدرالي خلال فترة الحكومة السابقة أيضا، ولكن ما يؤكد وجود نوايا لاستهداف الحكومة من قبل الأمريكان بحجة مكافحة غسيل الأموال. هسه مرة نحكي عن نظرية مؤامرة ومرة نشوف المؤامرة بعيننا، يعني أصبحت واقع وليس نظرية. نعم أستاذ أحمد، هذا شيء جدا واضح أنه تختلق أزمات أو تفعل ورقات أكثر من ورقة في أبان تشكيل هذه الحكومة، وهذه الحكومة هي جادة بإيجاد خدمات والقيام بإنجازات، ولكن كل هذه الأوضاع والملفات التي تفتح هي من أجل إشغال الحكومة عن الهدف الأساسي، لأن كل الحكومات الماضية كانت أنه مشتتة في أهدافها، غير واضحة الرؤية، هناك تناقضات، هناك تدافعات سياسية، تحاول بعض القوى أن يعني تتفق في الغرف المظلمة ومن ثم تذهب وتنقض كل العهود مع الجهة السياسية التي ترشح رئيس الوزراء. ولكن اليوم هناك شبه انسجام موجود، انه جهه تبنت رئيس الوزراء وهو الاطار التنسيقي، بالمقابل قبول من المكونات الاخرى لرئيس الوزراء، الاتفاق على شخصيه رئيس الوزراء انه غير حاد وله علاقات طيبه وله سمعه جيده وانسان يعني يريد ان يقدم خدمات، كل هذه الامور الان متوفره، لذلك انه هذه الورقه هي ورقه خطيره اذا استمرت. ولكن في هذه الأيام القليلة رئيس الوزراء له أكثر من تصريح وله أكثر من تحرك، حتى كان أنه تصريح لا نسمح بأحد أن يتلاعب بمقدرات المجتمع العراقي والضغط على الفقراء، هذا كان قبل أيام، هذا التصريح أنه يعني كأنه يلوح إلى وجود حالة من الفساد وأنه عملية مقصودة لأرباك الوضع الاقتصادي. الأمر الآخر كان اجتماع اليوم مع غرفة التجارة، وهذا الاجتماع خرج بمجموعة من المقررات حتى تسهل عملية الدولار، خصوصا للتجار الصغار الذين هم يستوردون المواد ويحتاجون إلى هذه العملة. فهناك مجموعة من الإجراءات، ولكن هذه الإجراءات سوف تأخذ وقت، لابد أن يكون هناك تفاهم مع الجانب الأمريكي، لابد أن يكون هناك وضوح من قبل البنك المركزي ما هو قضية الدولار، كيف يضخ إلى الشارع الاقتصادي من جديد، ما هي الإجراءات التي ينبغي أن يحافظ عليها، كل هذه المسائل ينبغي أن توضح وأن تكون هناك شفافية واضحة مع المجتمع العراقي، حتى لا تكون الأزمة من أزمة اقتصادية وفنية إلى أزمة سياسية ومن ثم تتحول
إلى أزمة اجتماعية. طيب أكو أيضا ملاحظة مهمة أستاذ مصطفى، نتحدث عن ما حدث بعد حصر مبيعات الدولار بيد البنك المركزي. الآن كل التجار مرغمين على اعتماد المسار الرسمي، يعني هنا راح يثق التاجر بالمسار الرسمي، على الحكومة أن يجب عليها أو تقترح عليها أن تعطل ضريبة، هذه الضريبة لمدة سنوات معينة، 5 سنوات 6 سنوات، حتى تعفي التجار من أجل أن تكسب ثقتهم. هذا التعطيل راح تخسر به الحكومة، يكون منتج. نتحدث عن القرارات الحكومية اللي تتخذ بهذا الصدد. يعني هو حيتان التجار، كبار التجار يخافون يستوردون بأسمائهم شركاتهم، يستخدمون نظرية المخلص. ليش؟ المخلص عنده تعاملات، يدفع رشاوي الضريبة، يدفع رشاوي غرف التجارة، يدفع رشاوي إلى مسجل الشركات بشأن حجم الاستيراد وحجم العملية هذه. فبالتالي إذا الصغار يدخلون بعملية الاستيراد بشكل مباشر بفواتير حقيقية مختومة من غرف التجارة، هذا أنا أعتقد أمر شبه مستحيل. يعني هيئة الضرائب هي هيئة الفساد الكبرى في العراق. ما ممكن تعقب كم دائرة بالعراق، التقاعد، الضرائب، غرفة التجارة، مسجل الشركات، هذني أس الفساد. يعني حق الرد مكفول يعني في هذا البرنامج، بالتالي نتحدث عن هذه المؤسسات. يعني أكو توجه حكومي لمكافحة جائحة الفساد كما سماها رئيس الوزراء، وهذا الأمر لم يعد اللي يشيل 5 تريليون ويعطيها للشركات غير مستحقة من أمانات الضرائب، هل هذه دائرة بها نظام؟ لا، مبين الفساد، ما يحتاج اثنين يحجون به. فبالتالي تخيل هيك دوائر يجيبون تاجر صغير يتعامل وياهم، ده ياخذون اسمه ومعلوماته ده يحطون عليها ضريبه، يخلوا منا ال 50 سنه يشتغلوا يتسدد لهم ضريبه. فهذا موضوع حقيقي يحتاج لمعالجه. يا اما هيئه الضرائب تتهيكل بشكل صحيح ويوضع نظام للضرائب حقيقي وقانونها رقم 113 يعدل، هنا التاجر راح يطمن يقول لك انا بنفسي. اما الان ما اعتقد التاجر يخاطر بنفسه مع هيئه الضرائب حقيقه، يدخل نفسه وشركته يطلعون عليه ارقام فلكيه، هو ما مستوي بالشكل، ما ربحانه بالشكل هذا. فبالتالي انا اعتقد زي التجار في خصوصا الصغار في هيئه الضرائب وهذه الاجراءات الخاصه بمسجل الشركات وغيرها، اعتقد يعني ما راح تكون ميسره بهذا الشكل. احنا نتكلم عن حكومه صار 4 اشهر. محاربه هيئه فساد يحتاج حقيقه اكثر من 4 اشهر، يحتاج قانون وعمل. فما بها شيء استاذ احمد، نقول ان احنا عندنا نقطه خلل نحاول نعالجها، مجلس النواب موجود، يعدل قانون الضرائب، يسوي له هيكليه، نشتغل صح، ماكو مشكله. التاجر يجي يستورد ماكو مشكله. اما الان فتحت لك انت ملف، انت ما مستورد، هم يحسبون عليك. اكو خوب ناس بس اخذوا مستمسكاته طلعوا عليها ملايين الدولارات، هو مره واحده دافع. ليش؟ والله شنو؟ اكو ناس اخرى بالفساد اخذوا باسمه دولار مستمر. ماكو هيك عمليه، يعني نحتاج الى حقيقه عمل. الدوله العراقيه اقتصاديا متعبه استاذ احمد. طيب هذه فساد ماكلها، يحتاج عمل حقيقي. طيب يعني هذا احد الابواب اللي بينه استاذ مصطفى، ولكن استاذ مهند ايضا نتحدث عن المواطن. لما يتاح للمواطن ان يصرف له 5000 دولار وانحصرت هاي المساله الا تستلم البوردنج او التذكره وماكو يعني منك للطائره، بعد ما بيها مجال للرجعه وتسلم الجنط بحيث انه يقينا انت راح تسافر. طيب لما صارت هاي المساله يعني واقع حال وهذه التعليمات المشدده، ليش انحجبت بعض الدول ما مشموله بهذا التصريف؟ المواطن العراقي اللي يريد يسافر شنو ذنبه؟ يعني تجبر المواطن يسافر لهاي الدوله حتى يصرف، وهاي الدوله شلون يروح بها ببلاش؟ شلون؟ انا اتوقع انه هناك حرب من جانبين، من الجانب الاول هو ضغط على المجتمع العراقي، ومن جانب ثاني على بعض الدول الموجوده. العامل السياسي والسبب السياسي واضح بشكل كبير، انه اذا ذهبت الى ايران لا يمكن ان تسحب اموال ودولار وتذهب معك دولار. هذه هي قضية سياسية، كل الدول تتعامل مع إيران بالدولار، وإيران دولة معروفة ولها اقتصاد ولها مسار اقتصادي واضح، ولكن هذا الحرب هو جزء من الحرب على يعني محور المقاومة أو الدول الممانعة الموجودة بشكل كبير. هذا واضح جدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أنه تفرض عقوبات اقتصادية وتحاول أن تؤجج الأوضاع الاقتصادية من أجل الضغط على المجتمع، ومن ثم يكون هناك قبول للمشروع الأمريكي بأي شكل من الأشكال. أنه تأتي أمريكا تقول نحن المخلصين، أو نحن بعثنا الله لتحرير الشعوب كما فعلت في العراق، وأتت إلى العراق ودمرت المؤسسات
بكذبة واضحة هي أسلحة الدمار الشامل، وهي التي أيضا وضعت كانت الدكتاتورية، هي تدعم الدكتاتورية بشكل كبير. هذه السياسة هي تضغط على كل مجتمع وكل سياسة تحاول الخروج من شرنقة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إخضاعها ونهب ثرواتها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في حاجة إلى كثير من الأموال. هناك مشكلة بين أوكرانيا وروسيا، وكان الدافع هو الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا شكل مشكلة كبيرة لدى الأوروبيين والأمريكان، لذلك أنهم يضغطون على هذه المجتمعات حتى يحاولون رفض اقتصادهم وتنمية اقتصادهم من خلال نهب الثروات، وهذا هو ديدن الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، يعني من ناحية إعلامية اقتصادية أستاذ مصطفى، يعني اليوم خلال الرصد تصدر وسم الدولار ابتزاز أمريكي، هذا الوسم تصدر منصة تويتر، وإجا أثر ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق، والناشطون يعني هاجموا السياسة الأمريكية في البلاد واتهموها أنه هذا النهج بمحاولة لإسقاط الجهد الحكومي اللي يعمل لتقديم الخدمة للمواطن، وهذا تسبيب الإحراج وبالتالي إحراج الحكومة أمام المواطن وما وعدت به. وأكيد أكو إجراءات من الفدرال الأمريكي، لكن أستاذ أحمد احنا في الاقتصاد مو مثل السياسة. نعم، أكو طرف مهم اقتصاد عالمي دي يضغط عليك، دي يقول لك أنا عندي إجراءات وعندي مشاكل ويا الدول تقاعد تهرب لها، أسوي غرفة عمليات، أروح أنا كرئيس وزراء أتفاهم، أخفف الوطأة، أتفاهم بشكل معمق، أسوي إجراءات فنية، تأخذ إجراءات محايدة تمشي الأمور. أنا ما أميل لتعقيد الأزمة وإدخالها في مناهج السياسة. خلاص هاي السياسة الأمريكية ضد السياسة مالتنا، خلاص إحنا إذا إحنا معاقبين إحنا مضطهدين خلي شعبنا يجوع. لا 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 أبداً، إحنا تجاوزنا هاي السياسات صار سنين، وأنا أعتقد رئيس الوزراء متجه نحو حل الأزمة ليس تعقيدها. فدرالي عنده مشاكل، يريد امور احنا نتفاهم وياه نتفاوض، هو دولاره صح يا فلوسنا لكن هو عملته. نعم، شنو الامور؟ شنو الاجراءات؟ احنا بالنسبه لايران وبالنسبه لتركيا والدول اللي هو ما يريدها، احنا ترى عندنا جانب رسمي، عندنا كتب رسميه نعطيها فلوس بالدولار، عندنا موافقات بالاستيراد من عندها فواكه وخضر وندفع لها بالدولار، ماكو اشكاليه بالموضوع. هسه بعض الامور من عوان السيارات وغيرها نعم بالدولار، لكن اكو كثير من الامور احنا مسموح لنا خلص نجددها، مالت الكهرباء مالت الغاز نجدد هذا الموضوع، ناخذ تفاوضات. انا اميل الى التفاهم والتفاوض ونهدي الموضوع، هذا موضوع يخص الشعب. يعني احنا وضعنا مو مثل الدول الاخرى عندها قوه وعندها اقتصاد، احنا ما عندنا شيء، وخلي نكون اكثر لينا بهذا الاتجاه وما ندخله بالسياسه. موضوع اقتصادي خلص اقتصاد تردون. وعلى فكره الموضوع مو بس بالعراق، اكو عده دول هو متخذ عليها اجراءات، فاذا الموضوع ممكن معالجته، هو هذا المفروض يتجه. وان شاء الله الزياره يوم 8/2 تكون برئاسه رئيس الوزراء حتى تكون مثمره الموضوع وتبين ان احنا ما عندنا شيء الولايات المتحده الامريكيه كاقتصاد. الولايات المتحده الامريكيه اقتصاد ناجح، سيطره عالميه على الاقتصاد على راسنا. هسه موضوع السياسات والمدري شنو هذا واحد اخر، شنو اذا اقتصاد احنا وياه بهذا الموضوع، وهذا هو التوجه الصحيح. ما لنا مصلحه نعادي دوله كبرى بالاقتصاد، خلينا نكون موضوعيين ومنطقيين، وهذا هو توجه الحكومه اعتقد. وان شاء الله راح تكون اكو مساعي قبل رمضان تنحل الازمه اذا كانت هذه التوجهات يعني ثابته، وان شاء الله ثابته على رئيس الوزراء. طيب، اكو اتفاقيه مبرمه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه استاذ مهند، هذه الاتفاقيه نوهلها عضو اللجنه الماليه النيابيه محمد نوري، وقال انه ارتفاع سعر الدولار غير المسبوق امام الدينار هو خاضع لهذه الاتفاقيه. طيب، اكو نهج سياسي تنتهج الولايات المتحده الامريكيه لرفع هذه العمله؟ نعم، الواضح انه لا يمكن تفكيك السياسه عن الاقتصاد، هم وكان لعمله واحده، انه من خلال الاراده الاقتصاديه او من خلال العامل الاقتصادي يكون هناك ضغط على السياسه، ومن خلال السياسه يتم يعني وضع برنامج للاقتصاد. هذا شيء جدا واضح، انه كل نحن مع انه يبقى الأمر هادئ ولا ندخل في عداء مع أي طرف آخر، وأنه سياسة العراق هي سياسة المناورة وعلى أساس حل جميع الأزمات. أنا أرفض دائما التشنج في التعاطى مع أي أزمة موجودة إن كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، ولكن بالمقابل أنه الطرف الآخر ينبغي أن ينظر من هذا المنظار أيضا، أنه
يفكك بين الأمور، لا يضغط علي اقتصاديا ومن ثم يشرط علي شروط سياسية حتى أوافق بها. هذه هي تسبب مشكلة، أنه هناك محاذير كبيرة أنه فقط الوفد العراقي سوف يذهب لحل مشكلة الدولار مع البنك الفيدرالي، أو هل هو برنامج كامل لتصفية جميع الملفات مع الولايات المتحدة، ومنها الاتفاقية التي أشرت لها أستاذ أحمد، أنه هذه الاتفاقية وطبيعة هذه الاتفاقية وكيف تطبق. هي المشكلة أنه كبيرة، هناك اتفاقيات وتكون هناك تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لا تطبق، مثل الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية حينما دخل داعش وراد العراق من الولايات المتحدة الأمريكية التسليح ومساعدته في القضاء على داعش، قال أنه من بعد 4 سنوات سوف تأتي الأسلحة، يعني يكون العراق في خبر كان. هذا جدا واضح أنه الولايات المتحدة الأمريكية تتنصل من كل المعاهدات، حتى كان الاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا ترامب أمام العلن قام ومزق الاتفاق وضرب كل المواثيق، وكانت أيضا أوروبا تسير خلف الولايات المتحدة الأمريكية. نحن مستعدين، أنا أتوقع جميع يعني حتى الحكومات السابقة كانت مستعدة أنه تتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن للأسف الشديد لا توجد ضمانات حقيقية، لعلهم هم لا يحسنون الظن بالذين يذهبون إليه. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مهند جواد المحلل السياسي، وشكر كثير لحضرتك الأستاذ مصطفى حنتوش الخبير الاقتصادي. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.